من هذه الدلافين والحيتان والفقمات ضابط ورقيب ومجند، وحدات الثدييات البحرية العسكرية تضاهي السفن الحربية والغواصات والأقمار الاصطناعية أهمية لدى أقوى بلدين في العالم، أمريكا وروسيا. ذكاء وقدرة فائقة على التعلم والتدريب، لها مزايا في خلقها ما يجعلها مطمع الجيوش لتجنيدها. ولك أن تتصور أن السوفييت فككوا آلاف الألغام البحرية والمقذوفات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية بمساندة الدلافين وثدييات البحر، وأن وحدة الدلافين والفقمات المعروفة بأسد البحر التابعة للمارينز كشفت أكثر من 100 لغم بحريا في ميناء أم قصر العراقي إبان غزو العراق عام 2003. آخر صور الأقمار الاصطناعية كشفت اعتماد الروس على الدلافين لحماية أقوى وأهم قاعدة عسكرية في البحر الأسود، قاعدة سيفاستوبول. هذه الدلافين مهمتها إجراء دوريات مستمرة لإحباط أي تسلل للغواصين الأوكرانيين بهدف تخريب ومهاجمة السفن الحربية الراسية هناك، حيث يمكن للدلفين من خلال امتلاكه تقنية المسح الصوتي وتحديد المواقع بالصدى تمييز العدو ومهاجمته على الفور. كما أن هذه الدلافين مزودة بتقنيات الإشارة والتصوير التي تساعد القوات البحرية على التدخل السريع. الدلافين ذاتها تم رصدها قرب قاعدة طرطوس السورية على شواطئ البحر المتوسط عام 2018. في 23 من أبريل عام 2019 رصد صياد حوت البيلوغا في شمال النرويج، كان يحمل كاميرا وحزامين، ليتبين لاحقاً أنه فر من وحدة تدريب الثدييات الروسية. هذا الحوت قادر على الغوص حتى 700 متر، وهو أعلى بكثير من العمق الذي تصل إليه الغواصات العسكرية. أما أسد البحر فإن له قدرة لا تضاهى في الرؤية تحت الماء، تتفوق على أحدث التكنولوجيا المعروفة، وعند تدريبه يستطيع كشف الألغام والمعدات العسكرية الغارقة. ووصلت تقنيات التدريب إلى مرحلة تجعل من هذه المخلوقات العسكرية قادرة على تمييز السفن وغواصات العدو وتنفيذ مهام قتالية ضدها. الاتحاد السوفيتي كان سباقاً بتأسيس وحدات عسكرية خاصة لتدريب وتجنيد الثدييات البحرية منذ عام 1960، ولاقى هذا البرنامج لدى الجيش الأمريكي اهتماماً متزايداً، لأنه يشكل الأمل في تخفيض ميزانية المارينز البالغة 200 مليار دولار سنوياً، بينما لا يكلف تدريب المجندين والضباط من الثدييات البحرية أكثر من 30 مليون دولار في السنة، ويمكن لها القيام بمهام عسكرية كاملة تحتاج إلى عشرات السفن والغواصات ومعدات الكشف والتجسس. فأي قدرة هذه دفعت بالجيشين العظميين إلى وضع قلاعهما البحرية العملاقة في حماية دلفين أو حوت أو فقمة؟